يقول السائل: هل يجوز الصلاة إلى غير القبلة إذا كنت مسافرا على الطائرة؟ النافلة تجوز على تجوز إلى غير القبلة وقت السير، وأنت متجه إلى 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 البلد الذي تريد، تصلي النافلة من الليل أينما توجهت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في أسفاره، كان يصلي التهجد أينما توجهت به راحلته عليه الصلاة والسلام. أما الفريضة فلا بد من استقبال القبلة، لأن من شروط صحة الفريضة استقبال القبلة لمن يستطيع. أما الذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة فيصلي على حسب حاله، حسب استطاعته. نعم.